السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة قسم علوم الحاسوب. اليوم راح نتكلم عن شبكة الانتشار العكسي، وراح نسويها بكود برنامج الماتلاب. طبعا شبكة الانتشار العكسي تتكون من ثلاث طبقات، اللي هي طبقة الانبوت لير والاوتبوت لير، وبيناتهم طبقة وسطية اللي هي طبقة الهيدن. طبعا شبكة البي بي ان تعمل بالانحياز الأمامي والانحياز العكسي. بالانحياز الأمامي لازم عندي مجموعة قوانين أو خطوات يلا أوصل للواي اللي هو الأخراج، وكذلك بالنسبة للانحياز العكسي هم لازم مجموعة قوانين أحسبهم. طبعا احنا راح نطبق الكود على example 1 اللي موجود عندنا بالملزمة، هذا هو اللي قدامكم. طبعا example 1 بالانبوت 00 والاوتبوت 0، يعني ادخالين واخراج واحد. الريت واحد هنا انا منطينا اياه، هنا المومنت كوافيشنت اللي هي 0.1 اللي رمزنا لها انفينيتي. طبعا عندنا مصفوفة تتكون من صفين وعمودين اللي هي الفي، والدبليو اللي مصفوفة من عمود واحد والاكس من عمود واحد. طبعا هنا الفي هي الاوزان بين طبقة الادخال وطبقة الهدن، وعندنا الدبليو اللي الاوزان بين طبقة الهدن وطبقة الاخراج، والاكس اللي هي الادخال. هسه اذا نشوف بالرسم هنا هاي الفي، الفي طبعا العمود الاول الصف الاول، في العمود الاول الصف الثاني، الفي العمود الثاني الصف الاول، وهذا ولا اخره. طبعا اربع اوزان، والدبليو اللي هي وزنين. طبعا بالانحياز الامامي لازم قلنا احنا مجموعة قوانين يلا اوصل للواي وان. اول ما ابدي شنو احسب؟ احسب طبعا اذا نشوفها بالبرمجة، طبعا هنا كلير و سي ال سي حتى احذف التنفيذ القديم من انفذ مره ثانيه. هنا ندي عرفنا مصفوفه بعنصر واحد، والانفينيتي اللي هي المومنت كوافيشنت اللي هي 0.1، والريت واحد، وهنا المصفوفه مال الاوزان الفي، وهنا مصفوفه اوزان الدبليو، وهنا الاكس. طبعا هنا الفارزه المنقوطه اللي هي تمثل تنتقل من عمود العمود، وهنا الواحد والصفر باعتبار بنفس الصف. هنا خلينا قانون اليوان ثبتنا، طبعا لازم نذكر الاندكس مال الفي، وبما انه الاكس عمود واحد فنذكر فقط الصف مالته، واجينا هنا طبعنا الناتج. وكذلك بالنسبة لليو تو هم نفس الشيء، وهنا اجينا طبعنا الناتج مالتهم، لحد هنا طلعنا اليو 1 واليو 2. بعد شنو عندنا؟ عندنا بعد ما حسبنا اليو 1 واليو 2 هم لازم نحسب الزت 1 والزت 2. طبعا الزت 1 والزت 2 هذا قانونها موجود، اللي هو الواحد على واحد زائد اي 2 سالب يو 1، ونفس الشيء الزت 2 فقط نغير اليو 2. بما انه احنا وجدنا اليو 1 واليو 2 فاقدر احسب الزت 1 والزت 2. وهذا قانون الزت 1 والزت 2، خليناه هنا 1 زائد الاي اكس بي والسالب يو 1، وطبعنا الناتج كذلك، ونفس الشيء بالنسبه للزت 2. كملنا من الزت 2، بعدها لازم نوجد الاي 1 العفو. الاي 1 يقول قانونها هذا، هم نجي هنا لنفس الشيء بالبرمجة الكود، نخلي قانون الاي 1 ونطبع نتيجته. وبعد ما لقينا الاي 1 هم لازم شنو النوبة؟ وصلنا للاخراج اللي هو الاخراج الواي 1. طبعا هو الاي 1 والواي 1 فقط واحد، لو كان عندنا اكثر من اخراج اي 1 اي 2 يعني اكثر من اخراج فيصير عندنا اي 1 واي 1 واي 2 واي 2،
عندنا احنا اخراج واحد، فعندنا بس اي وان فقط وفقط واي تو، وهم هذا قانون الواي وان هنا أنا بالبرمجة نفس الشيء، خلي هنا وطبعا الناتج مادته. الحد هنا انتهى الانحياز الامامي، لازم نبدي نوبة بالانحياز العكسي. الانحياز العكسي هم نفس الشيء، مجموعة قوانين لازم استخرجهن، اللي هي دلتا وان عندنا، وعندنا سيجما والسيجما تو، سيجما وان سيجما تو، وعندنا الاوزان الجديدة بالانحياز العكسي اللي هي نفس الشيء، اللي تشمل طبعا الاوزان، تشمل الاوزان اللي بين طبقة الادخال والهدن وبين طبقة الاخراج والهدن، اثنيناتهم هم لازم احدثهم. عندي هسه الدلتا هذا قانونها، اجي اشوف هنا بالبرمجة نفس الشيء، الدلتا هاي الدلتا وهذا قانونها امامكم. طبعا الدي وان احنا حتى وين كان عنصر واحد بالدي مصفوفة الدي، فهم لازم نذكر رقم الاندكس مالته. والواي وان لقيناها احنا هنا بهاي الخطوة اللي قبلها، فننفذ المعادلة ونطبع ناتج الدلتا. بعد ما لقينا الدلتا لازم نوب ألقى السيجما. السيجما هم نفس الشيء قانونها موجود أمامكم، والسيجما تو نفس الشيء، بس مجرد أغير بالإندكس ماتن. نجي لهنا نشوفهن، هاي السيجما وان هذا قانونها، دلتا وان طبعا دلتا وان هاي اللي هنا لقيناها، في الدبليو وان، في الزت وان، في واحد ناقص الزت وان، وطبعا الناتج مات السيجما وان. بقت عندي شنو السيجما تو، هم نفس الشيء بس مجرد اغير هنا عندي الوزن الثاني مثلا، هنا الزت تو، وكلهن موجودات عندنا هنا، لقينا الزت وان والزت تو، والاوزان موجودة عندنا معطى. المهم فكملنا لقينا السيجما وان والسيجما تو، مقعدنا الاوزان الجديدة. طبعا الاوزان الجديدة احنا قلنا الدبليو اللي هن، احنا بما انه عكسي لازم نلقى هذن الاوزان، بعدين هذن الاوزان الدبليو وان والدبليو تو هي بين طبقة الاخراج وطبقة الهدن، وهذا قانونها. فاذا نروح هنا ونشوف قانونها مثبتينة، هنا المومنت كوافيشنت منطينها قيمة فوق، والدبليو وان موجودة والدلتا هم موجودة والزيت كذلك، وطبعا الناتج هنا بالدالة اف برنت اف، ونفس الشيء بالوزن الثاني، وهم طبعا النتيجة. بعد ما كملنا من الاوزان بين طبقة الاخراج والهدن، نجي الأوزان بين طبقة الهدن والإدخال، وهم نفس الشيء قانونها موجود، وكذلك نطبع النتيجة. طبعا هنا بدالة الأف برنت إف أف العفو، هنا هذا الأف هذا حتى يطينا بوينتات بعد الفارزة، مثلا إذا نشوف هنا 0.6 أصفار، يعني بما أنه إحنا نواتجنا كلها نواتجنا كلها بتحتاج بوينتات، فلازم انا استخدم الاف. لو كنت عاد استخدم مثلا دي على الصحيح، فيطلع لي مجرد صفر او بس واحد، ما يطلع لنا بعد مراتب، وهنا يصير واحد بدل ما 0.73. فاذا نجي هسه للماتلاب ونشوف، طبعا هذا الكود مثل ما هو، طبعا احنا منفذين هنا مسبقا، هسه راح نرجع ننفذ مره ثانيه، راح يحذف التنفيذ القديم ويجينا تنفيذ جديد، وهاي النواتج مثل ما تشوفون. هسه احنا اذا نريد هنا نغير مثلا نسويها دي، هسه اللي هاي الاف نسويها دي، هاي دي، راح نشوف شنو يصير هنا اليو 1 تساوي صفر، اذا ما حسبنا المراتب اللي بعد الفارزة، فاحنا المفروض هنا نخلي اف حتى نشوف المراتب بعد الفارزة،
وهذا التنفيذ قدامكم. لحد هنا كملنا طلاب، وشكرا لاستماعكم.